وإلى كازاخستان، حيث افتتح معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي بني على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونفذته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في مدينة شمكنت بجمهورية كازاخستان. نعم نبيلة، يأتي ذلك ضمن مشروعات إماراتية في مدينة شمكنت الكازاخستانية بكلفة نحو 200 مليون درهم. بصلاة الجمعة التي وفد إليها المصلون من شتى أرجاء كازاخستان إلى مدينة شمكنت، كان افتتاح مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي استغرق بناؤه 3 سنوات. المسجد يتسع لنحو 6000 مصل والذي يعد الأكبر في آسيا الوسطى، كما أنه بني بتكلفة تقدر 45 مليون درهم. وقد تم بناء المسجد على الطراز الإسلامي العريق ووفق أعلى المواصفات الهندسية المعمارية الحديثة. ما لمسناه من المسؤولين في هذه المدينة وما لمسناه من الجمهور الذي حضر افتتاح هذا الجامع، لمسنا الشكر والامتنان منهم جميعا، لمسنا حبهم لدولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقد رفع المصلون وخطيب الجمعة أكفهم متضرعين إلى الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد في ميزان أعمال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. والمسجد لم يكن المشروع الوحيد هناك، إذ تم كذلك افتتاح عيادتين تخصصيتين تحويان 120 سريرا، كما تم التبرع ب50 سيارة إسعاف وروضة أطفال. هذا جزء من مشاريع أخرى تقيمها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في منطقة في كازاخستان، منها المستشفى الكبير الذي قمنا بزيارته اليوم ويستوعب حوالي 120 سرير، ومزود بكافة الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة. وطلعنا على الحمد لله أن هذا المستشفى ساهم في تخفيض الوفيات بين المواليد بنسبة حوالي 90%، أصبح مركز البحث والتعليم للمنطقة بل لدول المجاورة. وتعد مدينة شمكنت حاضنة كذلك لمشاريع إماراتية خيرية كمشفى تخصصي ضخم للولادة يعد الأكبر في كازاخستان. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع الخيرية الإماراتية في كازاخستان ب200 مليون